صباح الخير عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح والصحه لاباس. مرحبا بكم لكوزينتكم، كوزينه لوتي. كيما عودتكم خفيف وظريف، اليوم راح نقدم كيفيه الشفنج ولا الخفاف للمبتدئين اللي ما تنجح لهمش الخفاف ولا السفنج. اليوم راح نعطي لكم كيفيه سهله وسريعه ان شاء الله، راحين تنجحوا كاع فيها بسم الله على بركه الله. مباشره نبداو في المقادير. راح ندير كميه كبيره، دونك درت كيلو تاع فارينه. انتم للمبتدئين ديروا برك ارطل فارينه. فوالا واش ندير على هذا كيلو تاع الفارينه. راح نزيد له دونك ملعقه كبيره تاع السكر، كما تشوفوا ملعقه كبيره تاع السكر. راح نزيد ملعقه فوالا تاع ملعقه ونص كبيره تاع دونك الخميره الخبز كما تشوفوا، باسكو انا درت كميه مليحه تاع فارينه، درت كيلو كما قلت لكم. راح نملح حسب الحاجه، راح ندير حوالي نص ملعقه كبيره تاع الملح. دابا ملحوا حسب كميه الفارينه اللي عندكم بياسيو. وراح نزيد ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات ولا خميره الكيميائيه. فوالا ملعقه صغيره تاع خميره الكيميائيه. هذوما عفوا المقادير اللي نديروه في الخفاف تاعنا ولا في السفنج تاعنا. حنا نقولوا لهم السفنج. راح نحاول دوك نخلط هذا المقادير ونبدا نلم في العجينه تاعي بالماء يكون تياد، فوالا ماشي سخن بزاف، مويا. دونك هاوليك نلم العجينه تاعي، دوك تشوفوا القوام تاع العجينه. بالك تلموا العجينه تاعكم بالماء سخن بالبزاف، سينو راح يقتلكم الخميره. وما تلموش تاني بالماء بارد، باسكو سينو الخميره تاعنا ما راحش تتفاعل. دونك الماء يكون متوسط. دونك ندير الماء للمبتدئين، ديروا الماء بشويه باش ما تغلبلكمش العجينه. فوالا هذا الكيفيه نديروها في الاعياد، نديروها حتى تاني في شهر رمضان للسهرات باللاتاي. واحد ياكل وحده باللاتاي ولا للسحور بكاس حليب تاني. نقدروا نقدموها كومين غوتي بوغ نو زونفون اوسي. انا وليدي يحبها بالبزاف بالشوكولا، دونك ندير له شويه شوكولا من الفوق ولا لا كونفيتور، يحبها ياكلها بدون اشكال. فوالا هداك نعلموا وليداتنا كيفاش التقليديه تاعنا. دونك قوام العجينه كما تشوفوا فوالا راهي تلاصق بالبزاف. راح نحاول نزيد شويه برك تاع الماء، نحاول نمسح كاع جميع الاطراف. هاولي قوام العجينه تاعنا مايله للسائله. وهذه العجينه فريمون سي ماجيك، ما راحش نعجنوها فوالا. نحاول نجمعها برك، ندخل برك الماء في العجينه تاعي. هاولي قوام العجينه تاعكم، راهي مايله للسائله، راهي تتلصق كما تشوفوا. المرحله واش راح ندير؟ دونك انا راح نديرها في صلاجي واحد اخر، نغطيها لمده، نخليها دونك نخلي الخميره تاعنا تتفاعل لمده نصف ساعه، وبعد نعاود نتلاقاو ونشوفوا واش راحين نديروا ان شاء الله. هاوليك دونك العجين تاعنا بعد ما خليته يرتاح حوالي نصف ساعه عفوا، ما نخلوش بزاف. في هذه المرحله دونك راح نحاولوا دونك
ماشي نعجنو دونك اون فايسيي نحاول نخرجوا له الهواء فوالا دونك نعاودوا روحنا نديروا شويه تاع الماء فوالا بين صداعنا دونك نحاولوا نديروا هذه العمليه كما تشوفوا دونك نحاول نعجن شويه على السريع كما تشوفوا عفوا كما تشوفوا دونك نحاول برك نغسل عفوا نمسح يديا بالماء ندير هاد الحركات هوب باش الخفاف تاعنا ولا السفنج تاعنا يجينا فوالا يجينا خفيف فوالا اسمع على مسمى خفاف خفيف فوالا للمبتدئين عفوا دونك اللي ما يحبوش يديروا بليتو اللي يحبوا المقادير مضبوطه حاولوا ديروا اربع كاس ولا اربع كيفاش يسموه اربع كيلا فوالا تاع فرينه زوج كيلات تاع الماء ملعقه تاع سكر ملعقه تاع خميره كيميائيه ملعقه تاع خميره الخبز هذو اللي يحبوا لي زانغريديون اكزاكت فوالا راح نحاول نخلي لكم المقادير للمبتدئين دونك في صندوق الوصف ان شاء الله اللي يحبوا يديروا كميه صغيره باش يتعلموا كما تشوفوا نمسح يديا برك بالماء الماء يكون دافئ كما قلت لكم وهنا بهذه المرحله نحاول ندير هذه العمليه دونك نضربوا لاباط تاعنا نعاون توجور روحنا بشويه ماء وندير هاد العملية لنخفف التعب ولا لقد التعب هاد العملية راح تسمح عفوا باش يخرج الهواء تاعنا باش الخفيف تاعنا يجيني خفيف كولا هذا دونك العجن تاع الخفيف تاعنا سهل ماهل دونك ندير هذه العمليه حتى نشوفوا وجه لاباط تاعنا ولا فليس هوب توجور هاوليك ديرش نمسح يديا اصبعتي عفوا بالماء باش ما تلصقش لاباط في يديا كيما تشوفوا نعاود ندير نفس العمليه ما شاء الله بداو تلافا خير طلعوا دونك على دليل على نجاح لاباط تاعنا شوفوا التلافا هاوليك ما شاء الله ما تخافوش حتى ولو درت لكم هكا ما تخافوش تعاود تشد روحها هذا برك واش العجن تاع الخفاف تاع هاوليك وجه الخفيف تاعنا كيما شتو ولا ليس تضربو ما تخافوش فوالا
نحاول نديرو هاد العملية حوالي دونك 5 دقائق كما تشوفوا. اوب لي ما قطعتش باسكو حبيت تشوفوا كاع المراحل سورتو لي مبتدئين واحد لازم يشوف برا بعينو سي بور سا الفيديو راح يكون طويل بصح طول بون كوز باش تستفيدونا. هاولي كرافات جات خفيفه ما شاء الله. اوب المرحله دونك راح نديرها في الصلادي ونخليها ترتاح دوزيام فوا حتى يتضاعف الحجم تاعها. بعد ما يتضاعف الحجم تاعها نبداو دونك نطيبو في الخف تاع فوالا. دونك انا راح نديرها في صلادي هذا راح نعاود نديرها في صلادي تاعي ونخليها دونك تخمر اون دوزيام فوا ونبداو نطيب في الخفاف تاعي ان شاء الله نتلاقاو في هذه المرحله. هنايا بعد ما خلينا دونك لاباط تاعنا ارتاحت هاو تضاعف الحجم تاعها كيما تشوفوا ما شاء الله. واش راح ندير في هذه المرحله؟ دونك راح نعاون روحي بشويه تاع الزيت ولا درت شويه زيت ندير صباعي نحاول نشكل الخبيزات تاعي تاع الخفاف. بسم الله الحجم كيما تحبوا صغير ولا دونك كبير. فوالا اوب فوالا هاو الحبه الاولى تاع الخفاف. واش نديرها؟ دونك راح نديرها فوق بلاطو ولا كاش حاجه. دونك راح نشكل كاع الخبيزات بنفس الشكل بسم الله كيما تشوفوا. اوب هاوليك الحبات تاعنا تاع الخفاف. راح نشكل كاع الخبيزات تاعي بهذا الشكل وبعد نكملوا ان شاء الله نطيبوا الخفاف تاعنا. بعد ما خلصت من تشكيل الحبات تاعي تاع الخفاف هنايا نبداو نطيبو مباشرة. كيفاش نطيبو؟ دونك نبداو نحكمو اون بول تاع تاع العجينة ونبداو نحلو فيها دونك بيدينا. فوالا بسم الله نحاولو نعطيها شكل دائري للحبة تاعي باش يكون الشكل تاع الوجه تاعها شباب. فوالا ونستناو الحبة تاعنا حتى نشوفو الكوتي من التحتاني بدا يحمر شوية. كي يبدا يحمر شوية من التحت نبداو نرميو الزيت على الحبة تاعنا تاع الخفاف. ساهل ماهل شتو نجاح العجينة تاعنا. العجينة ناجحة 100%. هنايا نبداو نرميو دونك الزيت على الحبة تاع الخفاف. شتو كيفاش تلقى هادو راهم ينتفخو على هذا دليل على نجاح العجينة تاعنا. الصورة تعبر عن روحها بلا ما نهضرو. لا لا ما شاء الله الخف تاعي بدا ما شاء الله. العجينة جات روعة. كيما تشوفوا الخفاف جاء ما شاء الله. وكيفاش نديرو؟ نديرو شويه زيت في صبعنا نبداو نشكلو في الحبه تاع الخفاف تاعنا ونديروها في المقلاة على نار متوسطه بيان سور باش يطيب الخفاف تاعنا من الداخل. مع طب بعد ما يطيب من تحت نقلبو
ونديروا شويه زيت هنايا في الوسط. على بالي كاين دي ريجيون في الجزائر يفتحوا في الوسط، حنايا في منطقه القبائل ما نفتحوش. دونك شاك ريجيون كيفاش دير الخفاف تاعها ولا السفنج تاعها. دونك الزيت تكون فريمون ماشي قليله، ان بو بلوس تاع من القليله، نار متوسطه، وبداو طيبوا الخفاف تاعكم بكل سهوله. كما تشوفوا جا ما شاء الله روعه. نحركوا باش يكون طياب متساوي على جميع الجهات. سهل ماهل، عجينه ناجحه 100%. شفتوا بعينيكم وانا درت كميه كبيره ما شاء الله. للمبتدئين ديروا ديجا كميه صغيره، وبعد كي تنجحوا ان شاء الله تعاودوا تزيدوا وديروا كميات كبار ان شاء الله. هاوليك الحبيبه تاعنا جات ما شاء الله. فوالا حاولوا نطيبوها على الاطراف، نديروا هذه العمليه باش تطيب في الاطراف، ونكملوا كاع دونك الحبات تاعنا على نفس الطريقه بيان سور. هو النتيجة النهائية للسفنج تاعنا الخفاف تاعنا بعد ما كملت القليان كاع الكمية، جا ما شاء الله خفيف وعطاني كمية مليحة. شوفوا فريمون ما شاء الله، كما قلت لكم انا درت كمية كبيرة. فوالا دونك افيك لا بات ماجيك ساهل ماهل خاصة للمبتدئين. جيسبي راح تسيو لا روسات، وجيسبي راح تنجحوا فيه 100%. اللي عنده اسئلة ولا ملاحظات خليو لي في التعليق راح نجاوب يا بات سوسي. ان شاء الله نتلاقاو في كيفية واحدة اخرى ان شاء الله. لذلكم الحين اترككم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.